ورجعنا لكم تاني. طبعا هيكون معنا في الفقره دي كابتن احمد عباس محلل القسم الثالث والرابع والدرجه الثانيه الممتاز به. هيكون معنا طبعا في الفقره ديت هيحلل لنا بعض المباريات والاحداث والنتائج والكلام ده. كابتن احمد اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن وكل المشاهدين اسره البرنامج. نور كابتن احمد. جاهز معانا ان شاء الله؟ جاهز. عندنا القسم الرابع والقسم الثالث والقسم الثاني. هنبدا في الاول القسم الرابع. عند حضرتك ايه؟ سريعا يا كابتن، حاله انتعاشه بتعيشها فرق البحر الاحمر، بالاخص فريق سينزو، بالاخص فريق نادي العميل المؤهلين لدوري الترقي الرابعه والثالثه. فريق سينزو بيستعد الفتره اللي فاتت دي على اعلى مستوى، خد مغريتين، مباراه مع نادي العاملين سينزو اقترب من الصعود، اقترب من الصعود معاه مباراتين، مباراه مع نادي اهلي الغرق الفيوم ومباراه مع نادي اهناسيا بني سويف. على الجانب الاخر نادي العاملين بيستعد استعداد قوي جدا بقياده الكابتن رمضان رجب، خد مباراه مع نادي البلاستيك في القاهره انتهت بمكسب نادي العاملين 1-0، وخد مباراه ثانيه مع نادي سينزو وخلص وفاز فيها نادي العاملين 2-0. وهيتم طبعا يا كابتن مشكورين منطقه البحر الاحمر لكره القدم، هيتم عمل مسح ان شاء الله باذن الله يوم 8/10 لجميع فرق البحر الاحمر المؤهلين لدوري الترقي. في مشاكل في القسم الرابع او اي حد عايز يوصل صوته لحاجه معينه؟ والله يا كابتن الفتره دي خاصه كل الفرق المشكله معاهم ان استعداداتهم كانت ضعيفه في قبل موضوع، طبعا الناس راجعه من موضوع كورونا، كل الناس في مشاكل بالنسبه للناس ما فيش استعدادات كويسه جدا، وفي فرق كتير الفتره اللي فاتت دي ما كانش في اي ماديات ان هي تعمل معسكرات، في فرق كتير ما عملتش اي ماتشات وديه. وهنتكلم يا كابتن يعني المستوى نزل بكيرف؟ طبعا في كيرف في المستوى. طبعا العاملين اقترب من الصعود من وجهه نظرك ولا الموضوع لسه مستبعد من حيث الامكانيات اللي قدامه؟ لا العامل انا شايف نادي العاملين قرب جدا من ناحيه الصعود، ان هو مباراه طبعا مع في دعم كويس يا كابتن احمد؟ في دعم كويس للعاملين من حيث مجلس الاداره؟ الناس برضو مش على المستوى المادي، الناس يعني يعتبر نص الامكانيات الفتره دي. طبعا نادي العاملين تابع للشركه العامه للبترول، اعتقد ان الدعم مش كافي من على الجانب الهيئه البتروليه، ولكن المنظومه نفسها كويسه اللي مع نادي العاملين ومكملين. كابتن احمد، سؤال خارج الامر نفسه، انت كنت بتلعب في الممتاز بيه مع نادي العاملين في وقت من الاوقات، وكان في انتعاشه برضه من وجهه نظر الناس كلها في جماهير الغارب في نادي العاملين لما كان في الممتاز بيه. تمام. كابتن عماد النحاس كان ماسك احد الفرق في الممتاز به وانتوا لعبتوا مباراه، هل كابتن عماد النحاس كان منبئ في قطاع في الممتاز به ان هو يعني احنا بقى لنا دي مثلا كام سنه؟ خمس سنين لعبتوا بقى خمس سنين، هل كان منبئ ان هو يكون كابتن عماد النحاس دلوقتي اللي مكسر الدنيا في الدوري الممتاز، ولا الامر كنت محسوب ازاي؟ طبعا كابتن عماد النحاس من الكباتن الكبيره جدا على المستوى الدوري العام حاليا. كابتن عماد النحاس الفتره دي بيعد من اهم المدربين المصريين في الدوري، ولكن طبعا كابتن عماد النحاس اللي انا شايفه اشتغل على نفسه كتير الفتره اللي فاتت دي، يعني تطور جدا، اشتغل على نفسه كتير الفتره اللي فاتت ديت طبعا، وده اللي مخليه النهارده رقم واحد في المدربين المصريين. انت شايف انه رقم واحد؟ طبعا كان هو. طب انا يعني بره اطار الاقسام، هل هو كان هو الاحق بتدريب النادي الاهلي؟ الفتره دي اعتقد ان اختيار النادي الاهلي اختيار صحيح، ان هو يبقى موجود موسيماني مع النادي الاهلي. ليه وجهه نظرك؟ ليه؟ لان انا شايف ان البطوله الافريقيه محتاجه برضو حد بقدر موسيماني، ان موسيماني مدرب ذكي جدا، بيعرف كمان شخصيه قويه جدا، بيعرف يتحكم في زمام الامور، وهيعرف يتعامل مع اللعيبه الكوكبه اللي هي موجوده من النجوم. هجوم الجماهير في الوقت ده على النادي الاهلي وقرار النادي الاهلي
الرئيس كابتن محمود الخطيب ان موسيماني كان خطا او صفقه غريبه جدا لقياده النادي الاهلي. هل من وجهه نظرك انت شايف ان هو تفكيره يعني فكروا بشكل كبير جدا عشان يجيبوا الراجل ده، ولا كان متخطط الامر ان بطوله افريقيا وثم يتولى الراجل ده لانه حافظ بطوله افريقيا؟ طبعا يا كابتن محمود، موسيماني انا شايف ان قرار النادي الاهلي في ضم في التعاقد انا مع انا شايفه ذكي جدا جدا جدا, جدا, جدا صح؟ جدا. موسيماني من المديرين الفنيين الاذكياء جدا، اللي هو بيعرف يتحكم في زمام امور المباراه، بيعرف وهو كسبان بيعرف يقفل على الجيم كويس، بلس كمان ان هو بيعرف لو 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 بيعرف يقلب طريقه اللعب زي ما بنقول اللي بيخليه لعب شوارع، يعني لو هو كسبان وعاوز ينهي الماتش من التايم الثاني بيعرف يقفل الماتش. صالح جمعه هيكون ليه فرصه مع بيتسو موسيماني؟ طبعا صالح وقفشه طبعا بيحب قفشه، احنا سمعنا الكلام ده، بس اعتقد ان صالح جمعه ان هو هيكون من الفتره الجايه من اهم اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي. انت شايف ان الراجل هيكون محتاج صفقات للنادي الاهلي في الفتره الجايه، من حيث ان هو كان شغال مع صن داونز ومحتاج بعض اللاعبين يطبقوا له طريقه لعبه، ولا انت شايف ان هو يكتفي ببعض اللاعبين في النادي الاهلي؟ انا شايف ان هو موجود القماشه اللي هو او طريقه لعبه اللي هو كان بيحب الراجل يلعبها في صن داونز، عنده الهافات اللي ممكن يعمل عليها كونتر اتاك كويس. هل الراجل طريقه لعبه سريعه جدا من حيث الكره الافريقيه، وطريقه مصر هي راح للكره الاسبانيه ان هي الكره الهاديه شويه، هل الراجل هيحس بصعوبات من حيث الطريقه في النادي الاهلي، ولا هيبقى الامر بالنسبه له هيتدرجه ويحاول يجيب صفقات، ولا من وجهه نظرك النادي الاهلي مش محتاج صفقات؟ النادي الاهلي حاليا يا كابتن مش محتاج صفقات. انا شايف لو في حاله رحيل احمد فتحي يبقى محتاج دعم في الـ في الـ في الـ في الناحيه الرايت مع محمد هاني. محمد هاني طبعا لعيب عالي جدا، بس انا شايف ان لازم يبقى في حد موجود معاه الفتره اللي جايه. شايف رجب بكر اقرب في وجوده في النادي الاهلي ولا طبعا بقى؟ رجب بكر من اهم اللعيبه اللي في مصر، من اهم الباكات رايت اللي هي موجوده في مصر. اعتقد ان ضمه للنادي الاهلي هيفرق كتير مع النادي الاهلي، خصوصا ان هو لعيب ذكي جدا 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 بالجانب اتفضل وعنده طبعا ماتشات في البطوله الافريقيه في الكونفدراليه مع بيراميدز. مع بيراميدز شايف ان هو هيفيده جدا في وجوده في النادي الاهلي، ويحس ان هو عنده خبرات من حيث انضمام للنادي الاهلي. فوجهه نظرهم هم بيقولوا عايزين بعض اللاعبين موجودين برضو بيرشحوهم، لكن من وجهه نظرك رجب بكر هو الاقرب يعني. طبعا اهم سمات اللعيبه اللي يتم التعاقد معاها ان هو يبقى عنده رصيد في الاجنده بتاعته الافريقيه، مش ممكن يبقى عنده خبرات افريقيه. بالجانب الاخر باتشيكو قيادته لنادي الزمالك، ومن وجهه نظرك كاختياره لوجوده في نادي الزمالك في التوقيت اللي هو قاله ان الراجل هرب للتعاون السعودي، انت شايف ان التوقيت ده كان محتاج باتشيكو في نادي الزمالك؟ هو طبعا اقرب الناس اللي هي كانت تتولى الخلافه بعد كارتيرون، اللي هو لان هو اقرب واحد لطريقه لعب كارتيرون، وكمان اعنف من كارتيرون على الجانب البدني. باتشيكو عنده شخصيه قويه جدا وبيعرف يتعامل مع اللعيبه بطريقه الطريقه بتاعته، يعرف يتحكم طبعا في زمام الامور في كوكبه كبيره زي الموجوده في نادي الزمالك. فاعتقد ان باتشيكو اختيار موفق للنادي. وجهه نظرك نادي الزمالك والنادي الاهلي لما يكون في مدرب حاسس بامكانيات الانديه الكبار في مصر، لما بيكون المدرب جاي واحساسه بان الانديه دي كبار، هل انت شايف الثقه بالنفس زياده هل توقع المدرب، ولا الثقه بتواضع واحساس بهم ماسكين انديه كبيره؟ يعني من يحس بالنادي بان هو قيمه وقامه، ولا اللي بيحس ان الامور بالنسبه له سهله جدا هو اللي بينجح؟ مين الجانب فيهم اللي بينجح؟ اعتقد يا كابتن اللي بيجي متواضع واللي جاي شايف نفسه قوي. اعتقد برضو ان احنا كمصريين بنحسبها لينا حسابات خاصه، عكس بنحس ايه؟ ان هو كراجل جاي يشتغل، دايما الراجل الاجنبي بيبقى جاي يشتغل مركز في شغله، ما عندوش حسابات، ما عندوش حسابات من ناحيه الناس اللي هي موجوده في المكان نفسه. عكس المدير الفني المصري بيبقى قبل ما يشتغل بيبقى كابتن شاغل نفسه بمشاكل المكان من قبل ما بيشتغل او يخوض اي مباريات. نادي الزمالك بقى عنده صفقات، ولا انت شايف وجهه نظر نادي الزمالك مش محتاج صفقات خالص من حيث الفتره القادمه؟ لا طبعا نادي الزمالك حاليا هو قافل على الفرقه بتاعته، طبعا مش محتاج اي. تقولي الخصم فرجاني ساسي مبلغ كبير من المال، تغريمه لواقعه الحكم يستحق طبعا، يستحق الغرامه اللي وقعت على هل من وجهه نظر عليه؟ انا 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 مش هاخدك بسرعه، بس اتفضل كمل كلام. كمل. طبعا فرجاني اخطا في حق الحكم اللي كان بيدير المباراه،
وطبعا يستاهل العقوبه الماليه والعقوبه الاربع ماتشات اللي وقعت عليه. وجهه نظرك الجمهور المصري دي عامل سلبي من حيث في اي لاعب كبير بيعمل مباراه كويسه، انت شايف ان الجمهور بيضخمه لدرجه ان اللاعب ده ممكن يتكبر على بعض في وقت من الاوقات على النادي؟ او بنضخم بنضخم الوقت. احنا كشعب مصري بنضخم الامور بسرعه، يعني ممكن يبقى في النهارده لعيب عامل ماتش كويس جدا بنطلع بيه السما، ثاني يوم بيعمل ماتش وحش كويس بناخده ننزل بيه الارض يعني. فاعتقد الامور عاطفيه اكتر من هي كرويه يعني. حضرتك للجانب القسم الرابع، هل ما بيجي يختاروا لعيب بيحاولوا ممكن يشتروا لعيب، ولا بيبداوا ياخدوا اللعيبه الفري من الاقسام الثانيه وبيمشي حالهم كوجهه نظرك؟ لا انا الموضوع يا كابتن زي ما انت عارف طبعا، وانا وانت على درايه كامله بالموضوع ده، الموضوع ما فيهوش اي نوع من الاحترافيه في القسم الرابع وفي اغلب الانديه في القسم الثالث. فيها همجيه؟ ايه؟ فيها همجيه في الاختيارات؟ فيها همجيه عشوائيه طبعا، اللي هو اللي هو فيه بيبقى فيه الموضوع نفسه بيبقى فيه بعض المدربين، طبعا انا مش هذكر اسماء او بعض المدربين، بيبقى فيه اختيار اللعيبه سبوبه مش اكتر يعني. طب سؤال مهم جدا، هل اللاعب في القسم الرابع هل بيقدر يفتح بيته من اللعب في كره القدم من حيث الاقسام اللي تحت دي؟ لا طبعا يا كابتن، الموضوع الماديات في القسم الرابع او القسم الثالث طبعا الناس اللعيبه مظلومه جدا. انا بشوف ناس طبعا لعيبه كوره فتره كورونا كانت بتشتغل على عربيات فول وعلى عربية حاجات كتير يعني. فاعتقد ان الوضع سيء جدا ماديا بالنسبه للاعبين القسم الثالث والرابع يعني. شبان هنا في مشاكل في القسم الثالث؟ اديني اللي عندك في القسم الثالث برضه. شبان هنا قبل طبعا توقف كورونا كان ماشي بخطى ثابته جدا، بعد عوده النشاط مره اخرى واجه مشاكل كبيره جدا 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 باخفاق في المستوى، ان هو طبعا خساره من الالومنيوم المباراه اللي فاتت 4-1 نتيجه كبيره جدا طبعا، زائد ان هو كمان ما فيش اي استعدادات على الجانب الماتشات الوديه. طبعا بنشوف كابتن كمال الزيني طبعا مدرب محترم، بس طبعا بيغير التشكيل بكل ماتش 5 و6 لعيبه طبعا في المباراه لعدم جاهزيه اللعيبه. كابتن احمد عندك ايه في القسم الثاني؟ في حاجه في القسم الثاني عند حضرتك؟ القسم الثاني طبعا في تصدر نادي بني سويف، يليه البنك الاهلي مجموعه الصعيد، طبعا يليه نادي الالومنيوم. وجود البنك الاهلي كهو كان مجموعه القاهره اضاف لمجموعه الصعيد، ولا من وجهه نظرك انت شايف ايه؟ طبعا في فروقات في الماديات من حيث البنك الاهلي والانديه الثانيه في الصعيد، مش ما بينه بين بعض الانديه، مش كل الانديه. هل في فروقات في الامكانيات بسبب الماديات؟ طبعا النهارده كابتن الكره ماده، الفلوس هي اللي بتحكمها. لاعب الصعيد بيمتلك ايه ولاعب القاهره بيمتلك ايه؟ لاعب القاهره او اللاعب عموما العقليه فوق اكتر بتختلف؟ العقليه بتختلف. ايه السبب؟ السبب طبعا يا كابتن احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان الدوري فوق ودوريات الناشئين فيها تنظيم اكتر واحترافا من على الجانب الاحترافي من الصعيد يعني. اختيار موسيماني للنادي الاهلي وباتشيكو من الاقرب لحظ البطوله من وجهه نظرك الافريقيه؟ الكره الـ 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 الامور متوازنه. مين الاقرب من وجهه نظرك؟ انا كابتن انا شايف برضه كابتن محمود، خلينا متفقين كابتن احمد، انا بسالك على الهوا، مين الاقرب من وجهه نظرك باتشيكو ولا بيتسو موسيماني في النادي الاهلي؟ في النادي الاهلي ولا نادي الزمالك؟ الاقرب طريقته شايف البطوله لمين كوجهه نظرك؟ كوجهه نظرك راح لمين؟ لنادي الزمالك. وجهه نظرك في ايه؟ هل اللعيبه عشان عنده لعيبه كبيره جدا؟ عنده لعيبه كبيره، زائد ان هو مدرب شخصيته قويه جدا، هيعرف يتعامل مع المناخ الافريقي. بعض اشتغل في افريقيا قبل كده طبعا. بعض الاعلاميين والنقاد الرياضيين والمحللين في اكبر القنوات قالوا ان نادي الزمالك امبارح تفوق على نادي سموحه بسبب القدرات الفرديه لنادي الزمالك، هي اللي رجحت كفه نادي الزمالك، هل من وجهه نظرك الكلام ده صح؟ لا طبعا، هي شخصيات اللعيبه هي اللي فرقت الماتش. ما هو الامكانيات الفرديه مع الشخصيات اللعيبه. شخصيات اللعيبه كانت طبعا الفرق لصالح جمهور لعيبه نادي الزمالك. كابتن احمد سؤال مهم جدا، بيراميدز اضافت للدوري المصري؟ طبعا. تجربه بيراميدز؟ طبعا. ايه الاضافه كابتن احمد؟
طبعا النهارده كابتن انت عندك المنتخب كان ما بين قطبين الاهلي والزمالك. النهارده دخل معاهم يعتبر فرقه كبيره بحجم بيراميدز بتصدر لعيبه المنتخب طبعا زي الامكانيات الماديه اللي هم شغالين بيها في الدوري العام. النهارده انت عندك كابتن اللعيبه على اعلى مستوى في نادي بيراميدز. ويمكن كمان النهارده بنشوف بالخمس ست لعيبه موجودين في المنتخب من تشكيل نادي بيراميدز. وجهه نظرك منتخب مصر بيستفاد من الدوري المصري كله، ولا انت شايف اللي هو منحصر في بيراميدز والاهلي والزمالك بس في بعض اللاعبين؟ بالنسبه لمنتخب مصر يا كابتن طبعا انا عندي تعليق صغير على الكابتن حسام بدر. على الكابتن احنا مش مرتب. اولا انا بسالك، انا مش مرتب، احنا مش مرتبين بره ان هنتكلم في اي تعليق، لا صح؟ لا لكن انا حسيتك ان انت عايز تتكلم عن مصطفى محمد. لا طبعا. طب صح الكلام؟ طبعا في لا بس طبعا لكل بس في حاجه في حاجه كابتن بتاع بس انا اقطعك. مصطفى محمد ليه كل الاحترام والتقدير، والنادي وحسام بدري هو راجل منتخب مدير فني منتخب مصر له الاحترام والتقدير برضه من وجهه نظر ان احنا مع القياده، احنا مع القياده مش مع اللاعب. فامر اللي بيسوق المركبه هو يحاسب كابتن حسام بدري، فاحنا مش عايزين ننقد كابتن حسام بدري، احنا عايزين بس نقول من وجهه نظرك، هل انت شايف مصطفى محمد هو افضل مهاجم في مصر حاليا، ولا انت شايف من وجهه نظرك ان الخبره بتتفوق على بعض الامكانيات البدنيه والمهاريه من حيث لاعب لسه طالع؟ لا طبعا طالع في الشباب. لا طبعا وجهه نظر ان كان لازم مصطفى محمد يبقى موجود في صفوف المنتخب. انت عندك لاعب تصريح غريب شويه يعني. لا طبعا فاجئ الجميع كاهلاويه وزملكاويه، فاجئ الجميع ان عدم اختيار مصطفى محمد. والاغرب من كده محمود الونش يعتبر افضل مدافع في مقاتل افضل مدافع في الدوري برضو. احنا عايزين نقول حاجه مهمه جدا، معلش. تجربه كابتن حسام بدري هي تجربه بتمثل في كل مدربين مصر. يعني كابتن حسام بدري نتمنى كلنا التوفيق والنجاح عشان نبدا المسيره ماشيه مع كابتن حسام او اي مدرب مصري. اذا احنا نقول تاني ان المدرب المصري يتفوق عن اي على اي مدرب اجنبي بنجيبه للمنتخب وقياده المنتخب. فكلنا نتمنى لكابتن حسام بدري التوفيق ايا كان تصريحاته، ايا كان هو راجل عارف ان هو يحاسب، وهو الراجل هو المسؤول، وهو الراجل اللي هو اللي هيقعد كده بعد الاتفاق مع اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه ايا كان، بعد اي قرار هو اللي يحاسب. فاحنا عايزين كلنا نكون داعمين ليه، برامج اعلام جمهور كلنا بنساعد كابتن حسام بدري. كابتن احمد اول وجهه نكمل من وجهه نظرك خانوا التعب يعني كابتن حسام. طبعا هو اكيد الامر مش مقصود، بس طبعا بيبقى فيه عايزين نقول ان في ضغط على الكابتن حسام البدري في اختيارات. طبعا عنده النهارده في مجموعه لعيبه كبيره جدا في على جانب المنتخب المصري، فبرضه الامر ما بيبقاش مقصود. كل اي طبعا مدير فني بيحاول يوصل للتشكيل اللي هيكسبه، فهو طبعا الموضوع اكيد مش مقصود. وطبعا بنتمنى التوفيق للمنتخب وللكابتن حسام البدري بالناس الموجوده. كابتن احمد، تاكيدا للدوري المصري، هبوط نادي طنطا ونادي مصر، وجهه نظرك كان الامر متوقع ولا الامر بعيد برضه من وجهه نظر حضرتك؟ طبعا يا كابتن كان الامر بعيد جدا، يعني هو الامر كان محسوم طبعا او كان متوقع من 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 بعض النقاد الرياضيين او بعض المحللين. طبعا كنا بنشوف هبوط طبعا ممكن في سي مصر او نادي طنطا في مبكرا طبعا، فده كانت حاجه متوقعه يعني او لسوء النتائج الفتره الاخيره، فكانت دي حاجه متوقعه. كابتن رضا عبد العال توليه لنادي طنطا في توقيت صعب جدا، من وجهه نظرك شايفه ازاي؟ والله انا شايف برضه كابتن رضا عبد العال احلى يعني طبعا هو فكاهي جدا طبعا وليه طبعا كل الاحترام والتقدير، وهو بيحب طبعا يجازف. يعني انا شايف ان هو طبعا نادي طنطا برضو تم التعاقد مع كابتن رضا عبد العال. كابتن رضا عبد العال طبعا ان هو طبعا ما بيجازفش لان طبعا الامر كان محسوم، ف بس اثبت ان هو مدرب كويس كابتن احمد. طبعا طبعا جرأته يا كابتن تكفي. انت شايف الحاجات الجميله اللي بيقعد يعملها، الابتسامه او ايا كان هو رد فعله، او الناس مركزه معاه جدا، ان كابتن رضا كان بيطلع في استوديوهات كتير وبيبدا يتكلم، انت شايف وجهه نظرك ان هو راجل، انا شايفه لذيذ يعني راجل جميل، ايه المشكله اما ندعم الصفه دي فيه؟ ايه المشكله؟ طبعا ما ساعات مثلا كان مورينو بيعمل بعض القفشات، ونقعد كنا نخش على اليوتيوب زي ما كنت انا قلت في الحلقه اللي فاتت برضه، ممكن نتقبلها من مورينو ما نتقبلهاش. طب ليه يا كابتن احمد؟ ايه وجهه نظرك رغم ان الراجل ده مننا وجميل؟ وانا اقول انا حاجه يعني حاجه ليك برضه، كابتن رضا وانا بقلب وبتفرج والله بحب اتفرج عليه جدا، انا شايفه
بصوا يا جماعه انا هقول حاجه، هقول لك حاجه تنعم. هو كابتن رضا عبعال انا شايفه مدرب كبير جدا، مش عيب يا كابتن ان هو لانه مارس هو كان لعيب كبير، هو برضه لعيب كبير ومؤمن بقدراته ومفيش اي مشكله يعني. طبعا على الجانب الاخر كابتن هو طبعا بيتميز حاجه بتميزه عن 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 ناس كتير طبعا مدربين كتير، ان هو طبعا الجانب الفكاهي، لكن كان اختيار زكي من نادي طنطا توليه كابتن رضا عبعال طبعا، وهو والامور ساعدته ان هو عمل ثلاث مباريات كويسه طبعا، عامل مباراه كويسه جدا ضد نادي الزمالك ولعب جيم كويس برضو ضد اعتقد النادي الاهلي. اكتر حاجه بتميزه طبعا ان هو بيعمل الجيم طبعا مفتوح، ما بيعملش زي طبعا المدربين بيعمل زون ديفنس ويفضل يدافع، لا هو بيلعب الراجل بيطير الاطراف زي ما بيقولوا، وبيشتغل طبعا بطريقه هجوميه بحته يعني. طيب كابتن احمد، بيتسو موسيماني انت شايف ان الجمهور نادي الاهلي هيستعجل عليه في القرار؟ طبعا طب لان جمهور النادي الاهلي ما عندوش خيار طبعا، الماتشات اللي جايه كلها افريقيا. لا انت تحكم عليه في التوقيت الصغير ده يعني في ما هو بالفعل يا كابتن هيتم الحكم عليه في الماتشات اللي جايه، الماتشات اللي جايه كلها يعني. ايا كان القرار بيطلع ان هو مش هيتحكم عليه، ده كلام مش مظبوط. انت شايف وجهه نظرك انه هيتحكم عليه؟ هيتحكم عليه طبعا، وبنحس بتشيكو طبعا يا كابتن، هيبدا يتحاسب من كل مباراه يلعبها، خاصه ان هو النادي الاهلي معاه ماتشات في افريقيا. وطبعا النادي الاهلي اعتقد ان حسم قرار موسيماني ان هو يتولى الاداره الفنيه بسبب البطوله الافريقيه يعني، ما الموضوع كله. وبالجانب الاخر باتشيكو، باتشيكو طبعا زي ما اتكلمنا هو الانسب طبعا لنادي الزمالك في الفتره دي، لان نادي الزمالك ما كانش عنده رفاهيه الاختيار ان هو يدور على 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 حد السي في بتاعه كويس. احنا عارفين طبعا السي في بتاعه مش كبير طبعا، ومفيش طبعا سيفيهات كبيره جت مصر غير كوبر، مارتينيول، فيريرا، اعتقد هم دول اكبر سيفيهات مدربين اجانب في مصر. بالجانب اخر تتمنى ايه للصعيد، او انت شايف ايه اللي ناقصهم من محتاجينه الفتره الجايه؟ انا شايف يا كابتن ان الصعيد يا كابتن بتمنى ان هو يبقى يتم النظر للاعيبه الصعيد، في لعيبه كبيره جدا جدا جدا، يمكن بنشوف النهارده في لعيبه كبيره بتمثل الصعيد من المنيا من محافظه قنا، في لعيبه كبيره يا كابتن. فعايزين انا شايف ان يبقى في اهتمام بدوريات الناشئين اكتر في الصعيد، ويتم التعامل بطريقه احترافيه، علشان طبعا في النهايه اللعيبه دي بتصدر للدوري الممتاز، محتاجين التوعيه بنحيث الصعيد اللي هو يبقى فيه اعلام بيبث طبعا. كابتن احمد بشكرك شكرا جزيلا، وشكرا جدا على المعلومات القيمه ديت، وان شاء الله نلتقيك في حلقات قادمه يكون فيها بعض المعلومات من حيث الصعيد، واذا احنا بنسلط الضوء على كل الانديه وكل الجانب في الصعيد اللي هو بيقولوا احنا مهمشين وكده، ادي في برامج بتعمل حاجات للصعيد، وبنشوف وبان شاء الله تجيب لنا حاجات ثانيه للقاهره وبحري والاماكن بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن محمود، شرفت بحضرتك. الله يخليك. شكرا طبعا، وختامت فقرتنا نلتقيكم الحلقه الجايه ان شاء الله، هيكون في حلقه مهمه جدا من حيث الحلقه القادمه ان شاء الله، ننتظركم او تنتظروني ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم. السلام عليكم.